السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي خريطة تفاعلية لمتابعة نشاط الزلازل. المعلومات اللي في الخريطة بتوضح آخر أسبوع الزلازل كانت موجودة فين. نسأل الله السلامة، نسأل الله نبعد الزلازل عنا. دي طورها خريطة الشارع المفتوح، دي الزلازل حصلت في آخر فترة. يعني نسأل الله يعني يرفق بأهلنا في سوريا وفي تركيا. ده اخر اسبوع. دي في تنزانيا كان في زلزال. خريطة الشارع المفتوح اختارت الاسبوع دوت انها تشارك في يعني تخريط او عمل خريطة في الجزء دوت اللي تضرر بالزلازل، لمساعدة المساعدات بتاعت الامم المتحدة والصليب الاحمر والهلال الاحمر في الوصول للضحايا. طور الخريطة دي خريطة الشارع المفتوح بليبيا.